دعاؤه عليه السلام لمحمد بن شهاب الزهري. روى الزهري أن علي بن الحسين عليهما السلام دعا له به عند مرضه فقضى حوائجه وهو: اللهم إن ابن شهاب قد فزع إلي بالوسيلة إليك بآبائي فيها، فأسألك بالإخلاص من آبائي وأمهاتي إلا جدت عليه بما قد أمل ببركة دعائي، واسكب له من الرزق وارفع له من القدر، وغيره ما يصيره كفة لما علمته من العلم. قال الزهري: فوالذي نفسي بيده ما اعتللت ولا مر بي ضيق ولا بؤس مذ دعا بهذا الدعاء.